وعشان ما فيش حاجة بقى كمان نكمل يعني تحصل ما تكونش الحكومة عاملة حسابها فيها، وزارة السياحة أبلغت الغرف السياحية وأعضائها من شركات السياحة والفنادق والمنشآت السياحية بضوابط استئناف السياحة الثقافية. وإيه؟ لأن دي بقى يعني جديدة بقى التنقل بين المحافظات السياحية، ده بداية من بكرة إن شاء الله 1 سبتمبر. طلبت إيه بقى؟ طلبت أعضائها بالالتزام بتطبيق الضوابط بشكل حازم، علشان المنشآت دي اللي هتبقى مخالفة هتتعرض لعقوبة، فنبعد بقى عن المخالفة عشان ما ناخدش عقوبة. عشان كده قررت الحكومة خفض الإشغالات في كافة المرافق والمنشآت السياحية ل 50% كحد أقصى من طاقتها الاستيعابية. بداية من إيه بقى؟ بنتكلم بقى على البالون اللي في الأقصر، الفلوكات النيلية، المتاحف، المناطق الأثرية، وسائل النقل السياحية من أوتوبيسات، سيارات وغيرها. أيضا إلزام أصحاب الحناطير في الهرم والأقصر بأنه عدد الراكبين داخل الحنطور عددهم لا يتخطى 2 راكب، يعني ما نلاقيش 4 بقى ولا أكتر من كده. وبالنسبة للجمال والخيول اقتصار الجولة على راكب واحد فقط، يعني ما هو انت ممكن تشوف ان الجمل في 2 بيركبوه، لا هيبقى واحد بس هو اللي هيركب الجمل. دي تفاصيل بتؤكد ان وزارة السياحة والآثار معنية بالجانب الطبي والوقائي قبل ما تفكر في إعادة واستئناف النشاط، يعني هي الاثنين بالتوازي. وجزء برضو من الإجراءات الوقائية والاحترازية هو أنه جميع المناطق الأثرية زيها زي كافة المناطق الأثرية اللي تم افتتاحها في الآونة اللي فاتت أنه هيتم تعقيمها يوميا، ده قبل ما أي عامل يوصل لموقعه أو قبل وصول أي زائر للموقع الأثري ده، ده إلى جانب أنه هيبقى فيه عدة إجراءات تانية خلاص بقت ألف به إجراءات وقائية، أنه قياس درجة حرارة الزائر والعامل في كل موقع وفي كل مكان، هيبقى في اتصال مباشر او تعاون ما بين وزاره السياحه ووزاره الصحه، مندوبين اللي موجودين في كل موقع اثري هيبقى في خطوط اتصال مباشره ما بينها وبين وزاره السياحه ووزاره الصحه، لا قدر الله لو في اي حاله يتم التعامل معها ازاي، ده برضو هيبقى وفقا لمعايير هنطرحها او هنستعرضها مع حضراتكم. الملصقات هتلاقوها موجوده في كافه المواقع الاثريه دي لفرض المسافة الأمنة اللي ما بين كل زائر والتاني، وإن هي نحن نطبق فكرة التباعد الاجتماعي. ارتداء الكمامات سواء للزائر أو للعامل ده شيء أساسي لا مفر منه. تطبيق لوائح خاصة باستقبال أو الشركات السياحية اللي هتبقى بتستقبل وبتنقل الأفواج السياحية من منطقة لأخرى، هي برضو هيتم إلزام الشركات السياحية بأنه ده طبعا من قبل وزارة السياحة والآثار، أنه عدد الزائرين او السياح اللي موجودين جوه كل باص هيبقى 25 لا يزيد عن 25 فرد، ده برضو جزء من الاجراءات الوقائيه والاحترازيه. وخلينا نقول كمان انه في تفاصيل كتيره خاصه بالعزل، بمعنى انه لو في وافد او عامل في موقع اثري معين تم يعني معرفه ان هو عنده اصابه او عنده حاجه مشتبه بيها، فهيبقى في مناطق عزل قريبه جدا من المناطق الاثريه بحيث انه يبقى في اجراء على طول بيتم عزل ونقل العامل او الزائر للموقع الاثري. فهي تفاصيل كتيره خلاص محطوطه علشان تضمن انه المنظومه السياحيه سلامه الزائر او سلامه العامل تبقى موجوده ومطبقه، علشان يبقى عندنا نموذج ايجابي كمان نقدر نتكلم عليه وبعد كده نشوف نماذج ايجابيه اخرى، ويعني كله يجي ورا تاني، وهي النجاح بيجيب نجاح باختصار.